صباح الخير عليك يا شاذلي، وصباح الخير على كل المشاهدين اللي بيتفرجوا علينا في صباح الخير يا مصر. في حاجة حلوة قوي امبارح لفتت نظري في جولة رئيس الوزراء، لما شفناه طالع على السقالات عشان يتابع الشغل على أرض الواقع. أكيد كلنا شفنا اللقطة دي امبارح والصور دي اللي انتشرت لدكتور مصطفى مدبولي اللي كان موجود في الأقصر عشان يشوف التطوير اللي بيحصل في طريق الكباش والاستعدادات للاحتفالية اللي هيكون فيها في الحقيقة إبهار كبير جدا يفوق الإبهار اللي العالم كله اتكلم عنه في احتفالية نقل المومياوات الملكية. طيب خليني أقول لحضراتكم إيه بالظبط اللي بيحصل في الأقصر. الدولة بتشتغل على إنها تعمل إعادة إحياء لطريق الكباش وتستعيد مرة تانية رونقه وقيمته الأثرية والتاريخية. الطريق ده تم الكشف عن جزء منه لأول مرة سنة 1949، وبعد كده توالت أعمال الحفائر بسواعد مصرية خالصة لحد ما ظهر لينا بشكله الكامل. والطريق ده طوله حوالي 2 كيلو و700 متر، وبيمتد من أول معبد الكرنك لحد معبد الأقصر، وبتكون من ممشى من الحجر الرملي وحواليه من الجانبين تماثيل شهيرة أو الشهيرة لأبو الهول، وفي كمان عناصر معمارية تانية بترجع لعصور مختلفة، وده بيعكس قد إيه عظمة وقيمة هذا المعلم التراثي، وكمان بيعكس اهتمام الدولة في أنها تقدم مصر للعالم في أبهى صورها.